الحاجة شرفينا بالاسم ديالك الحاجة. أنا يا سلطانة ميمونة. سلطانة ميمونة قربي الحاجة شوية. كنا تما كانت دعوة خاوية كلشي خالية فيها. نبغي حنايا أنا وراجلي وولادي، ولادي زايدين كاع تما. راهم كاع زايدين في هذاك الدرب. البلاصة كسميتها؟ هادي شي مهدة بالروكش الطريق العونية. حانوت رقم 8 الدار رقم 10 واحد الطريق العونية. والدار ديالي راه غير نتاع باه ماشي انا غير خلانا غير التراب البني تاع بكري ماشي شي دار. وحنا ساقرين تما غير انايا ايوا يومهم غير انا اللي ساقرين فيه. وكانت الدعوه خاليه ما كان لا دار لا دوالك وكلشي غير جنانات غير الماء والضو والخشان تاع سيدي ربي ما كانش هذيك القصه الضو ما كانش. ومن بعد عاد دخلونا الضو الماء ما كانش كان غير السقيان تاع سيدي يحيى وتفرغ علينا حتى الماء ما كانش حاشاك حتى بيت الله ما كايناش ايوا. ومن بعد عاد وداروا هذاك الشيء ودارنا الماء ودارنا الاخر وتعمرت الدعوه وداخلين الحراوه وداخلين التوازا وداخلين من اخرين مهم داخلين برا ولات عمرت كل شيء ولات الديار ولا زعما ولات الحاره زينه في المدينه. وحنايا من ذوك هاد السيد راه غير عامين من شرا. انتما على من كريتو هذيك الرخيصه؟ كريناها على الزهران تبروكش على المراه الزهران تاع بروكش اللي كرانين عليه في الاول هي اللي كراتنا وهي ماتت وخلت بناتها ثلاثة ورطوها وما زيريات. يعني هذه 50 عام اللي كريتي؟ أنا 50 عام فايتة حبيبي حنا تما. أنتم في هذاك الحانوت؟ الحانوت في هذاك الحانوت ما خويتها ما خرجنا منه ما حتى نهار. شنو كنتوا كتبيعوا فيها؟ من الأول حنايا الدخان ديناها في الساكات ديناها في 40 ولدي نهار زايد كي اليوم غدا ليه ولدي ذوك عنده 40 عام فايت من ديناها الساكة وهي ديناها. ومن تما كنا نبيعوا الخبز الحليب الساكة خبز النعناع مهم كلشي كان يبيع راجلي من ما تراجع بقيت انا الخدامه فيه انا وولادي ما عندي فين نمسح لك خلانا ربعه ديال 30 عام اللي ما تراجع ديالك حدود 30 عام و3 سنين 3 سنين اللي مات في عام 90 90 و 90 اولدي تما انت خدامه سلامه وحنا خدامه تما سلامه مهنيه ما كانتش كاع اللي يجبدني زعما الصراحه يفوت عليا البوليس يفوت عليا الاخر عاد يوصيوني عمرو ما جبدني حتى واحد ولكن من جا هادي وبعد دا الفلوس دات ما دا غتبت ما الكنز في هذاك الدار وكنز في هذاك الدار وبقى يخوخو يهرب ودسرت من نجمة الحشك ديال اليهود وداها وشق يشري ولو الوطا يشري ولو الفرار شي خمسة ديال الفرار والديار ودوك تسرع بالفلوس دوك يعطي الفلوس لعباد الله وانا حنا بغا يجري عليا. دابا هو كيشرى هذيك الدار هذيك الدار ما عند هذه العائله فوقاش شرى هذه عامين؟ هذه غير شي عامين ودي مين شراها هذا الدار هكا تكون غير عامين ولا 3 سنين ما وصلاش. هذه القصه تاع الكنز كيفاش الحاجه هذه؟ الكنز نتاع الدوله تخت تديه وهو داه هو وبقى يحفر يديه بقى يحفر يديه. هو واش كان من قبل عارف اللي في هذيك الدار؟ ما كانش عارف هما جايبين اللي كيعرفوا من جابهم هذاك اللي فتش وبقى يديروا في هذاك نتاع النار هكا تدير وتحفر لحقت جاي الحيط على الحيط انايا. عرفتوا بلي انه القلب؟ لقى الكنز ولدي. واش قلت لكم اللي لقى الكنز؟ الكنز شفته بعيني انا يعني كان يهز الحوايج يدخلهم يهرب. سيمانه وما حلش الباب واحد يرقم يحذي من الباب واحد يحفر ويجيب واحد الراجل الغلي يكثر بهم وبقى يحفروا تما الداخل. يقول لي لا واحد اخوه يقول له الحسين وهذا ابراهيم وهذه يقول لك لا حنايا غنعدلوا باش نكريو هذا الدار هما ما كانش يكريو الدار باش زعما بالله ما زعما ما نهضرش انايا عليها. وصبت مع هذاك النجمه ديال اللي هو تحشاك داها لواحد جارنا قراها وقراوها له قالوا هشاك ايوا من تما تسرع بالرزق ذوك دار الديار فرار بهذاك الكنز هو اللي استغل به. نهار الاول كان يجيبني الخبز يبيعني انا الخبز الحانوت واحد اللوطو كاع مهرسه يقولوا الحسين خوهم بلا ما تقولي سميتها واه زيد الحاج كان يبيعني انا الخبز يجيب الخبز يبيعني كان ساكنين في راس النصا من جايين من العروبيه كان ساكن في النصا ما سعوا ما رعوا. نهار من دخلوا تما انا والله انا ولدي وقفت مع مولات الدار قلت هو غبيعيها ولا هذا الدار وحقت ماشي هذه واحد الدار اخرى لاصق هذاك الدار كان غير لانتوراج ما بغاش تبيع له قلت هو غبيعي هذه وهو لاصقني هو لاصقني وبعتها له بالحق ماشي هذا اللي فيه حنا لا واحد اخرى لاصق دار فيه المخبازه فهمت ايوا هذه هي ولا فينا دوكا كي تشوف كي دابا شنو كيدير لك حاجه كيتعدى عليك يتعدى عليا حبيبي يحرش عليا تعرف هذه الليله والله ما نعست بيتها فايقه عندنا واحد الكيطون واحد الباش دارناها من القنت لقيت انا والجيران من كانوا تما كاع قطعوه وبقى يضربوا به بالليل يجي مورايا في الحيط يبقى يضربها باش زعما يهدم عليا الحيط يجي فوق السطح يضربني بالحجر إلا صليت العشاء ما نعقل عليه ولا نعس ما نعقل عليه ولا صليت معاني نبات فيها راني فيها ولدي نسكن فيها. وكان قال لي ولدي قال لي راه كانوا فرعوا كاع الحانوت دخلوا سرقوكم. وارواحي قلت ولدي داوني الاول واش تدار؟
دارت دخلين الحانوت الاول حل بحال حليتيها بحال عندك الساروت حل الحانوت وداني الحوايج شي 4 كيلو شي 6 ديال الصناط ديال البطاطا شي 2 الصناط ديال البصله والثوم زعما باش نبيع فيه حتى نبيعو للشريف واه بغيت نولي فيه ونبيع فيه ونطلع شويه عاوتاني واه ولا واش تدار ناضو خونو هادي كامل في شويه تاع الحجر بقى نكذب راسي قلت لهم شي واحد كيدخلوا لها لا قبضناهم انا قبضتهم ومشينا واه داوهم من مشينا عند البوليس قالت انا ويت يم معايا عندنا البوليس فهمت ولدي فهمت درت شي شكايه ياك دارت الشكايه زوج الشكايات اللي دارت وما واجبونيش عليهم فهمت هو مشيت ثاني هاد الخطره التاليه قلتهم تلبس عليك الشوال واه واه عندك هو الخدامه ديالو غير هو ولدي دار الاخوه ثانيه موراها قالوا لي بدل الساقطه مشيت بدل الساقطه ولا عاوتاني حل هاد الخطره قالوا لي ثانيه بدل القفله ثانيه ولا حد الباب ودخل الداخل عندي تما واحد جوج الصوان ديال الملك راه تما هو ولادو كان عندنا في الحانوت باقيين تما وصبتهم بدلهم هاك وهاك عاود دخل الحانوت ويتلحوني الهضره ويرجموني والله ما تدي والو وغادي نجي خرجي ويحرس عليا الباز يوداني هذاك العود مشيت شكيت به هذا الخطا مين مشيت شكيت الوكيل الملك مشيت عند هذاك المراه اللي البنت اللي تكتب قلت لها بنتي هذا الا راه ما كيردوش عليا قالت لي ما يردوش عليك قلت لي كان مين غادي نكتب قلت له واخا ما يمشيش الوكيل قالت لي ما كيمشيوش مشينا عند الملك لقى الوكيل الملك وحكيت له دخلتني البنت عند الملك عند هذاك الملك نتاع الاخر وسولت زعما هضرت معاه قال لي علاش ما دارتي له قلت ودي كندير عند الشكايات ما كيوليونيش غير الشكايه اللي تمشي ما توليش هو دارني الشكايه قالت لي واخا ديروا لي هذه الخطره من مشيت وليت قالت لي عندك المقابله مع هذيك انا ما نعرفش هذيك النهارات وبالحق تبتني في الورقه مسكينه في المحكمه هنايا قالت لي الاخرين الشكايات اخرين راهم يجمعوهم راهم يبحثوا فيهم هكا قالت لي اودي واه قالت لي حتى هي قالت لي راه ما يخرجوش في الساعه قالت لك يديروا شويه ايوا جايه من موليه والبارحه الليله والله الا ولدي بات يعرضني بالاخوان ودابا هو واش راه باغي هذاك الحانوت واش باغي يعطيكم الفلوس ما باغي لا يعطيك الفلوس ولا والو كيخرجوا الاخرين كيقول لك لا ما نعطي والو ولا يعطيك 6 مليون وانا 50 عام اودي واش 6 مليون فلوس ولا 7 مليون اودي فلوس داكشي روجيست كوميرس شي ورقه درتوها كانت عندي وانا خونوها لي تخونت تقدري تجبديها الحاجه ما عندي مين نجبدها اودي علاش بحال السيح ديال الدخان عندي والاخر هذه الورقه اللي ما دورت عليه ما صبتهاش خصني يعاونوك ترى تقدري تجبديها الحاجه واه ما كانش مين نجبدها اودي خونوني شي سيجي تجاري جبدوها لك واه ما مشيتش اودي عندهم ما نكذبش عليك خاص شي واحد يوقف معاك الحاجه والولاد قاريه ما قارين وما قارين ودارهم غيدوروا بالرغا يبيعوا شي بيع دار وشي بيع ما عارفينش ما عارفين والو غير انا اللي كان المحامي دارت المحامي وكان هو قلت له قول له راه عندي بغيت نجبد قلت له الحوايج كلشي قلت له كون ما دارت الشكايه نمشي ندير هذاك الوراق قال لي انا شكيت بهم ديتهم لهو قلت له ها واش تاها واش تا يقبضهم عنده ايوا تما ما عرفتش ولدي ما كان والو ما بانني والو ما بانني حتى شي حاجه شنو كي طالبه شنو الحاجه اللي هضرات طالبه يا حبيبي انا غير هذيك الحانوت ما تمشيش عليا ما تمشيش تمشي لك لا ما بغيتش تمشي عليا ولدي هذا اللي طالبت عندكم وعند تخلصي له الكريه الكريه راه كنت تعطيه المحامي ما بغاش يديوه مشى عطى لهذاك الاخر المحامي ديالو شي حطها في المحكمه واه ايوا المحامي دوك راه معاهم المحامي ما عرفتش اش تيديروا الا كنتي الحاجه تخلصي له الكريه كل شهر وكتشوفي راه غادي ان شاء الله ما يديش ان شاء الله ولدي واه كما تعويض ان شاء الله واه انا بغيت غير حانوتي تقعد وصافي ما باغي لا حانوت الحاجه شحال تكون دير زعما الا حانوت راه جاي على الفصاد راه كبيره وعلى الفصاد ومزوجه ومزلجه والحانوت على الفصاد وانا من الطريق الكبيره كتدخل ولدي تخدم واه تخدم وندير راسك غير تفوت وتشوفيها بعينك كاع دير راسك غير فايت ان شاء الله نعيطوا لك الحاجه ونجيو واه دير راسك غير فايت كاع ما وغادي تشوفي بعينك انا الحاجه نهضر مع الناس هكا مشاهدي شوف تبي نتمنى انكم تبارطاجيو هذا المباشر هذا باش الحاجه يولي لها الحق ديالها حشومه زعما هذا السيد هذا واخا كاع خويا المحل ديالك ما تعداش على انا مراه كبيره وهذا شوف شي ارونجمون اللي غادي ديروها وتفاهموا بيناتكم ولا عوضها السيده 50 سنه وكتخلص الكريه مجموعه تاع الامور
نتمنوا انهم الناس المسؤولين هنايا سواء الناس ديال الامن ولا يوقفوا مع هذه السيده هذه. حنا كنعرفوا الناس تاع الامن بطبيعه الحال الناس تاع القضاء، السيد وكيل العام، السيد وكيل الملك، كاع والنواب ديالو، كلشي نزاهه تبارك الله وداك الشيء. نتمنى انكم توقفوا مع هذه السيده هذه باش يرجع لها الحق ديالها، باش هذا السيد هذا ما يبقاش يتعدى عليها. وكذلك المرجو فتح تحقيق وبحث في هذه القضيه ديال هذا الكنز اللي لقاه. هذا الكنز الحاجه هضري عليه شويه. الكنز الكنز صابوه في ذاك الدار اللي راه شراوه، ماشي في الدار اللي احنا شراوه، في ذاك الدار اللي شراوه صافي الكنز وصافي النجبه ديال اللي هو تحشك. راه نشهد معاهم فين ما بغا ولا شاهده، ويبقى يديو السنادق ويهربوهم يدخلوهم عندهم. بزاف تاع السنادق تاع اللي يدا هرب فيه، شراو الوطا، شراو الديوار، خمسه ديال الفرار الديوار. المهم كيقول لك وشي هاد الجهه غادي تبقى يزكاد. فهمت اولدي؟ هما الاول كان يبيعني الخبز في اللوطو مهرسه، يجيبني الخبز انايا للحانوت نشري عليه خوه الى زعما نقول وجهه كان ما عندهم والو. واليوم اولدي بغى يطير، بغى يفرفر يعني بحال يحقركم الحاج. واي واش تي واه حبيبي ولدي، ان شاء الله يكون خير الحاج. واه نمشي عندي لا راني ساكنه فيها ونبيع فيها ونشري فيها عيشتي. راني نبيع فيها ونشري فيها ولدي، كان حتى لي جا شي واحد يدور معايا تما كيدير فيا الخير. درت عليك ولدي، واه ان شاء الله يكون خير. امين امين حبيبي ديالي، امين يحفظكم انتم اولادي.